ولا شيء إلا القرب يأخذ باليد ويأخذ باليوم نشر بمولده كبائر لكمها بجاه محمد لا تاشت الألباب في الموقف التنكي هنا بايل بالمال سلاليب قدحه ويسلام بالهدي سيري ولفيه فما مات المقتال حاسن جليل كأن الرسل المستجير بمدين عليق أو خوفا لهلاك إلى الغرق صلاته وتسليمه على قبر أحمد وقبري أبي بكر وقبري أبي نفسي قد القلب من أهل الشباب ديونه وللشيب أهل ينبغي أن تخونه وقد الله والغاوي يعد دفونه لكي بات نور تأسر الشمس دونه تتباقى في تحقيقه الحس والنقل مثل ما دان لله دائن أولا فوتها بالرأي منه ملائن لمن لم يكن في غير حق يلائن لخير ولا من كان أو هو كائن وأفضل مدخول له الحب والوصل كريم كرام السيد والمخضم الأولى له قدم يعلو على النبي منزلا أجلاه مقدرا وأفضله مولى لباب لباب الجود والمجد والعلا فقد تاب منه الفارق والفرق والاصل واما اقل المشركين فعلها واما دماء المعتدين فطلها وعذاب اقل الصدور وسلها له جامع له الفلائين كلها فمقداره يعلو وتذكاره يحلو فكم باكر قد به وهو زائق وإلاها مرتاب وشك منافق ففي الباس تبدو للجميع الحقائق لواه رسول الله في الهجر قادق وهل تأته إلا نبيون والرسل لو القوسر مروي بفن ميائه من اختصه بسعد حكم إلهه فلم ينعى لإرشاد لسفائه لذلك لدى العالمون بجائه وقد داشت الألباب والتعب الأفلو في فضله للمسلمين استغاثة وما للولى يوم الوعيد مثابة سواه وكل قد علته كعبة لكل نبي دعوة مستجابة وآمال يبدو في شفاعة الفضل ومن الذي يعلو هناك كآمدا يقوم مقاما يبلغ مريدا قد الله في الدارين أن كان سيدا لياليه أنوار وأيامه هدى وألفازه حكم وآكامه عدل إذا شاس الذات عن الخلق بينته وهل لا نعسى الكبائر جنة فلن به ما يفوح للكل جنة لمقداره بين نبيين مكنة وإسراؤه يبدو بالفضل والفصل ولما غدا يبني الحقيقة جاهدا وشمال أن بذل نصيحات سائدة ولم يرد إلا قائد الحق قائدا لقوه بأفات السماوات شاهدا إلى مصطفى ما له بشر قبله فكم آية قد هزها بعد غاية إلى أن أرى للرب أجبر آية فأسباها مخصوصا بإلم دراية لغرات غرام نور هدايتي
به أبصر الأميان وانتزق الشمل بأثياب من زكاه طيب الأطايب بمن جل عن ذنبي وعن عيب عيبي بأرواح بل البش لموت الغايب لكفي في الأواي أشهر سهايبي ومن بشري برق ومن بذلي وبلو أفاد بالمولى علينا امتدانه وحولنا عيسى له وحنانه فأسباب ما أقسم الله شانه لو استعلم كفو الغمام بنانه لما سوى المرعى ولا الباب ولا البغل ورجنا به من كل دين وامتي دخلنا به في ذل امر واسمتي وجدنا به لله اسماء ونعمتي لئمنا به سباقا من كل امتي ولولاه كان البعض يسلمه الكل هرمنا به الاشراك على مصدمتي رفعنا به في صدره كل منمتي رفعنا الى ارشاده كل همتي نجعنا اليه امه بعد امتي فأصابنا الإنسان والنائل الهزم جرى حبه في القلب مني يعدمي وذنبي يبر في رفق تقدمي وما بان عن فكري ولا زال عن فمي لدى يسرب أنا هوى كل مسلم فهم ناوى دبا كما دبت النمل من الله أن يسني قربه وإن عاق وقت كتر الله شربه نراود سلما ويغور ثوره تهنى بأفواه الخواتير توبه فيا ليتنا ممن نقبله النمل ها غيرنا بفؤادي وفكره وغايات مثلي أن يفوز بذكره ولو سرت أو القات فزت ببره لقد هال تسويفه بزورات قبره وفاز به قوم هم للعلو عسى رحمة المولى تقرب بينه فيقضي فؤادي للهوى فيه دينه ويذهب نفس البعد عنه وشينه لعله وقتا هال بيني وبينه فمرباه وميت وسيب ماله ولله دم فيه فعل غروبه وقلبه بنار الشوق يتلهبه وعيش لبول الدار لا استطيبه لئن كنت ممن حلفته ذنوبه فإني بدون تشوق لا أخلو صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص أدي الملاخر الخلق ذاتا وجودة وإن أنس وما سانه لك عيدة وعيش الهوى فيه تفاوض ودة مناد رسول الله بدعا وأولة ومقداره في البال والأرض أعظم على إن لنفسه بأعمال سبقا تقدم ذكره لدى الله قربة وتودينه والبير أقدام ربك مدائه مملوم فؤاد مهبة تجمعه قطا و على إن أجل الرسل هيبا ومشهدا وأثباتهم فخرا ومجدا وسولدا وأتقاهم قلبا وأداهم هدى محمد المختار على الورى يدا وأشرافهم ذكرا وإن كان منهم ولفرد من أمثاله راجع العسى عسى بزمر السيف هامات من عسى وألقى من التسجار في سيرة العسى مناقبه كالشوب والترب والعسى
والعافية والأمر أعلى وأفخم هو الصادق المصدوق سرا وجهرة هو الشمس إشراقا هو البدر غرة عليه سلام الله مسيا وبكرة مواهبه كالواد نفعا وكسرة ولا فرق إلا بالشوق والتبسم موقف تأميك حيا المتدفق له النزول يديك أبي المترفق أجل عباد الله قدرا وأطلق معاليه لا توسع برسم ومنطق ولو لم يعرف العبد كف ولا فم ولا فاتم استقبل هداه بسنتي هي الرامد المولاد آداه سنتي أتانا بها نورا لكل تجونتي متاه من الجنسين إنس وجنتي فمن لم يطيعه فالحسام المسلم والله على كل انا بي مسود له الفقر يبقى ولعلا يتابد تبلى برسالات اوحد معان بتوفيق الاله مؤيد مناجى باسرار حقائق ملهم ومن الذي يبي من الفضل ما هوى اليس الذي ما تلقته وما هوى وبالافر الاعلى تمكن واستوى منزه اسرار الفؤاد عن الهوى لذلك لم يعلم به قط ما صموا هداه فلم يدخل كالشك هو الهدى فشد عليه القلب ويهاك واليدا يخلف منوها هنا وكذا غدا مليء بانقاذ عبادي من الردى وقل زمرة أغنى وأجل جهنم وكل من الإسيان تاتى تقية سوى المصطفى من بينهم بمزية مرتبة أن أسرة عزلية مكانات رسول الله غير خفية وسيد هذا المحب المكرم لآياته منه أنا في كل آية وأيضا تام من تدا في بداية فأبها بركن سابق وإناية مدار فعل الماجد رايات غاية فما أحد قدامه يتقدم وناهيك ممن كان جبريل خنه أشاء الله بالنور إن شق بطنه وأسرى به إذ كمل الله سنه مراقيه بالمثال تقضي بأنه على كل مخلوق سواه مقدم من الخالص الوافي من الشرد يعمل من النار يمان غيره يا أم الورى إن أخلف الغيث مريره من المرتق فوق السماوات غيره ومن لا يلجا ولبريات نوما فقد كان شعري اليه وصبا ولما ولنفس سواه فيه ابا وطالبه في العالم الالو مكسبا ملائكه سبع بباء تاهبا لأسرائه كل عليه يسلم ومقدر للمصطفى حق قدري وقاموا له بالحق من فرد بري وجبريل أدراه بتأسيس أمري مداه قسي عن نواهيد غيره وليس إلى الشمس منيرات سلم ولما طبعه الرب من عباده وطهره في ذاته واعتقاده وجرده سيفا لفتح بلاده
معذور من عشرة النور ولادي ولا عجب فالليل بالسر يلزم تغنى فهم للجلال اجتناه زكى فزكى افعاله واعتباره فما شبه تمتد بالفضل باعه وناره ليادي القلوب شعاعه إذا لم تل شمس ولم تبل أنجم وعد له دار النعيم وأزلف وهلا لمسواه بها وتزخرف وكم بقعة أهوى لها فتشرف لأنها لما أن أتاها وعرف بعرفة والحتيم وزمزم من الله أجل ناظم شملي بشملي وإلا بدن وامر إسر طلي وهب على النار تسمت بحبلي ينقى لنفس الناس مؤثر نالي وفي الناس من يدامناه ويرمى وتسليم على قبر أعمتي وقبر أبي بكر وقبر أبي أفسي أيا نائم قصري عن اللوم عذري وغالي وإلا إن أردت بسعسادي فما داد مني الله ولا أنا من دلي نعمت بذكر هاشمي محمد وسعادني في مهدي وعلم المعلى أخذت ألي أمة بعد أمتي أدين به لله أبدال أمتي بنفسي منه قانت خير أمتي نبي تمنى البعث كل أمتي ولا نوبذك الفاتح من بينهم خزنا بدا قام مسواه شرف وطيب وقصى بمسواه مدينة يسرب وكان له في سدرة النور مدرب نجي لرب العالمين مقرب حبيب فيدل كل حين ويسكنا خصوصية أبقى له ذكرى خالدة بها هذا لقى المجد تلقى وكالدة وبرز في الدنيا وفي الدين واحدة نحنه فرع المجد أما ووالدة فعادم به زهرة واكرم به بطنا من العالم الاعلى وما هو منهما شهيرا بالواس ذاك اللئيم رحيم بكل خلق داني اليهم نسيه لاهل الارض هاني عليهم اداء له سرها وصاب له وزنا والحق ينفي كل اثم وباطل هدف أزهى الريب عن كل جاهل وجاد فأنسى كل طل ووابل نرى وهدى قد حاسب الله النائل لقد دا من الإحسان للخلق والحسنى تلقى الهدى عن جبرائيل تلقيا وقد كان يبشرك قبل تواقيا ولما دنا للهاق بالياد ملقيا نهى ليلة الإسراء أن ترهبا فإن كاد وانقاب قوسين أو أدنى فلله ذاك الداعي إذ يادني به لمرضيه مهما اشتكى وطبيبه سلاني أواه الفؤاد منيبه نفى نوم تعميل قرب حبيبه فأقلق من القال إن عرق نفنا وأوجاه لله أشراف وجهتي أفاق بها من كل باس وأحتي فهذا ومن ينظر لا تعطي زرهتي نهاره لأولام يدى ليل شوهتي فصر مفردا فالعبد قلبه أدعمنا له القدم الأعلى على كل معتلي هو الآخر سامي على كل أول
نفضل عليه من مفضل نقدم نسا على كل مرسل ولا خلق يستثنى ولا خلق يستثنى هللنا فواتنا بنور هداية نجونا به من عبك كل قواية نظرنا فلم نعصر له عند غاية نقلنا له عن صحة المآية وهل ينكر الأدهار في روضة العنا وهل بعد مساء لذي شرف الشرف وهل ينكر فضل النبيين من عرف وهل هو إلا البعض يجلود جسدك نهونا بنا وصوابي فلم تخف عقائدنا وما وألسوننا لنا لحظاتنا قدر ظلمنا فلا نؤنها لي بمبلغ فامنا عسانا بعفو الله عن سوء جرمنا نعفو به يوم الحساب لإذننا بأننا لو جاء بأمته يغنى والحبل إن أرضيته ترضي ربه ومن زاره فالله يغفر ذنبه فهانان ان لم نوت في الحال قربه نعيد ليوم العرض والوزن حبه ويدركنا احسانه حيثما كنا لان تتمثل لنفوسي كريمه وحبه فقد علينا عزيمه فقالت ودعو العين لما اديمه نحب رسول الله دينا وشيمه ولملا وملاه حدا الانس والجنا اجلنا لامر الله او وصف سمعه وإغدائه عن كل نقص وسبيل ولو أننا ممن يقوم بشره نسلنا على الأسماء من دور مريه سلوكا على قدر وقدر جهل وزنا نقر بها للمجر فيه عيونه ونجمع الشتوات فيه وفنونه وليرضي يفارق شجونه نظرت جميع الصبر في العيش دونه وقلت الى كم يصبر الكلم المدنى الا ليت شريعا لعيني لمهه لروضاتي حيث رغائب سمعت فانا واسباب الالوه ملجه نكاد اذا هب ليسعب نفاته نطيرنا شوقا ونفنى بها حزنا وللأوز من إطماء بالوسل مطمة نقف بها وجد وترقى مطمعة لنعيها ببه فهو الدار شرعة نعدار أن وللقلب لوعة فيا ليتنا إذ لم نعين غروزنا هو المصطفى لله بالخير رسله رأينا له الحق مراعى لمثله فهانان من شوق لساءات وصله نقبل بالافكار اثارا عليه ومن فاته المحبوب انا الى المعنى صلاه وتسليم على قبر احمد وقبر ابي بكر وقبر ابي حفص الا تشكر نعم الاله يزلكم وما ما أردتم ما لديه يريدكم إلى كم أناديكم ولما أجدكم أبو لي أسمع القلوب وفيكم ملاهي في أهل النهى متنزه تدمنت الزلفى بذكر محمد فما شئت من فقر سميم وسودد وقد ساقط فيه مقالات المرشد هدى الله على العبد ترا بسيدي أبانا به فاه وأبصى أكمه دموه الهوى من شوقه ليس ترقه بلا منه للأفهام والحق أدوه وصاب على الأجساد والنفل آنه إلى له دم من كل نفس مبرأ
وعيسون لأن كل عبس منزه على إنه بحر من الإلم زاجر عن السوء والفحشاء ناهي وزاجر وبالعدل والإحسان فاضل وآمر أمرنا به والنوم للقوم غامر فلا خاطر يعشو ولا فكر يامه ولما تضمننا وهو كل كهف من العزم ندها إليه بمدهة فلما أتى منها بأبلغ ندهة أتينا به أن تجا كل شبهة فماذا هذا يدري إليه المغوه أفي الحق الشاب يستقل بكنسه أفي المصطفى ريب لذره باسه سبابات سور الماء جاشت لنبزه إذا بملك الأرض دكت لباسه وألسانه ذي النار إذا لا تتفهه نفوس البرايا لا تفي ببدائه رسول دعو الله دعوى سمائه فماذا هذا يكره من سمائه نبوه رياء الناس تاتى لوائه دليل على ان المكانات اروه الى ربي القى بدار استناده ومن قبل وإن قال هدي لرشادي فشاهد مولاه بنور فؤادي هداه مؤمن منذ يوم ولاده ينبه في توزيع وهو منبه هذا فغدا وفد الملائكة جنده سما فارى أهل السماوات مجده فكل بهم الله إياه وده هو المصطفى للرب والقرب وعده وليس له في الإنس والجن مشبه وجهه عظيم الشان في كل مشهد فقد ساد بالمعمور كل مسود وفي المعلى الأعلى له أي مسعد هنا بان جاه الهاشمي محمد على أنه قد هنالك أوجه بذكراه في الدنيا تزاه قربنا وندماء أخرى أنتها ذنوبنا إليه انتهى أسرارنا وغيوبنا أفتنا وهو أرواحنا وقلوبنا فلا نم على آثارنا تأوه لقد هالت الأقدار دون اضطرابه وأسلاما للبين حكم جرى به فقلبي لا ينفاق للواضطرابه هوايا مع الأعذار لاسم تربه ومن أين لزكاة ربكم وواه سابقه وجه الأشعار يبقي سجونه بدمع مركف الفلاق شؤونه أبيت لبن المصطفى أنا سونه هلموا فؤادي يصنوا الصبر دونه فإن فؤادي مذنب ليس ينفه بنفسي والمشتاق يبدي فنونه حبيب سبع أبكار فكر وأونه وعيده للعيش عنه وزونه أجر الذي دل أنس في العيش دونه وهذني النعيل آنه أولى وأشبه إذا كان للأقوام في الأرض نجاة فما حسن للدور يسليب بقعة ولا رأى من شوقها ليتبعت أما العلم يشوق وفي الصدر نوعة فقلبي مكروم وجفني أمره لفقر هاشمي عقيدة وفي كابل ودع منه بعيدة فلا بيد يبلى الدار وهي جديدة
أجلات الدار عنه شديدة تذهب قلب النار لذاها وأوجه أردت ولم أهدم فبوت بخيبتي وقد يدرج الإيمان في طير هيبتي وكم وهدر بالمنى مثل عيبتي هممت بإيمان المتي لطيبتي وللعال عذر لا يزال ينهنه وتخلط على قوي أحمد وقوي أبي بكر وأبي شجعوا ببلا